عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية بحضور مساعدي وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء محمود يسري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن بحضور محمود الشامي عضو اتحاد الكرة، واتفقوا على دخول عدد محدود من الجماهير للمباريات الدولية للمنتخب والمباريات الأفريقية للأندية على أن يكون حجز التذاكر عن طريق الإنترنت. معظم